تفتكروا ايه هي افضل طريقة عشان تتعلم اي حاجة في حياتك ايا كانت الحاجة ديت ايه؟ بكل بساطة وهي التجربة، انك تجرب الحاجة ديت على ارض الواقع وتشوف النتائج بنفسك. النتائج كويسة وتمام خلاص قشطة اكمل فيها، النتائج وحشة هبعد عنها خالص تمام. طيب في 2023 كل شخص مننا عدى خلاص السنة ديت، يعني السنة ديت خلاص عدت، فمر بحاجات كويسة وجميلة جدا فرحته وبسطته، وحاجات سيئة حاجات مؤلمة اتعلم منها. طيب حلو جدا، في الفيديو ده بقى هقول لكم على اهم 5 دروس انا اتعلمتهم في 2023، وان شاء الله في السنة الجديدة اللي هي 2024 اللي احنا بدأناها ديت والسنين اللي جاية كلها مش هعمل فيهم الخمس دروس اللي اتعلمتهم دولت ومش هغلط نفس الغلطة. فلو مش عايزين تغلطوا نفس الخمس دروس اللي انا غلطتهم دولت شوف الفيديو دوت. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. لو انت اول مرة تشوفني احب اقولك منور القناة. انا محمد سعد بعمل فيديوهات عن تطوير الذات، ازاي تكون افضل في حياتك، ازاي تكون حياتك احسن، وازاي تعيش حياتك وانت مبسوط وانت فرحان وانت راضي عن حياتك وتتقدم في حياتك وكل يوم تتطور عن اليوم اللي قبله. فلو المحتوى بتاعي عجبك وحاسس ان هو هيفيدك فانزل اضغط لايك سبسكرايب، وشرفني جدا وجودك في قناتي. 30 ثانية بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا بعمل فيديوهات بقالي حوالي سنة ونص ولا حاجة، والريتش اللي الفيديوهات بتاعتي بتجيبه وريتش القناة عامة يعني مش حاسس اللي هو مش دوت مقابل التعب والمجهود اللي انا بعمله. فوانت بتتفرج على الفيديو كده لو عجبك انزل اضغط لايك وسبسكرايب واكتب لي كومنت حلو شجعني فيه، عشان الكلام دوت بيفرق معايا جدا وبيساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. تمام، شكرا جدا ليكو مقدما. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول درس اتعلمته في 2023 وهو اتعلم التوازن في حياتك وامنع عقلك من المقارنة. خلينا ناخد جزء جزء. انا في 2023 كانت طبعا سنة ثانوية عامة بالنسبة لي، كانت سنة مليانة بتحديات كتير جدا، كانت سنة صعبة جدا، كانت سنة حلوة بس مش جدا تمام. يعني خلينا نتكلم بصراحة، اتعلم التوازن في حياتك في ثانوية عامة السنة ديت. انا مش بتكلم بس في السنة ديت عامة، انا بتكلم ان ديت السنة اللي انا عديت بيها في 2023، فدي الحاجة اللي اتعلمتها اللي انا بعملها دلوقتي. فانت تاخد الدرس وتطبقه في حياتك، مش شرط تكون في ثانوية عامة، شرط انك تتعلم الفكرة الدرس الموضوع دوت وتطبقه. حلو جدا، التوازن في حياتك انك تدي لكل حاجة حقها صح، يعني ما تخليش حاجة تاخد مكان حاجة، عشان لو خليت حاجة تاخد مكان حاجة في حياتك هتلاقي الموضوع اللي هو انت بتعمل حاجة جامد جدا جدا وبتديها وقت كبير بس باقي الجوانب ولا اي حاجة، فدي مش حاجة كويسة خالص. فأي شخص مننا في حياته في جانب مثلا لنفسه، في جانب لأسرته، في جانب روحاني ان هو يصلي وكده، وفي جانب لصحابه، وفي جانب لدراسته ومذاكرته، في جانب للشغل. كل واحد مننا حياته منقسمة لجوانب كتير جدا. اتعلم بقى تعمل توازن بين الحاجات دي كلها وترتب الاولويات في حياتك صح، ان مين اللي بيرتب الاولويات في حياتك بين الجوانب دي كلها؟ انت. فتعلم ترتبها صح، تعمل توازن. انا دلوقتي مطلوب مني ايه؟ مثلا مذاكرتي تمام هذاكر، صحابي برضو مش اللي هو مش هنزل لا هنزل، برضو اسرتي برضو، يعني تحاول تعمل توازن ان انت ما تسيبش حاجة ما تعملهاش، وفي نفس الوقت تعمل كل حاجة بتوزيع وقت صح وتوازن بين كل الجوانب. حلو جدا، دي اول حاجة. تاني حاجة، امنع عقلك من المقارنة. بصوا بقى عايزك تركز معايا في الموضوع دوت جدا، عشان الموضوع دوت مهم قوي قوي تمام. انا ما قلتلكش ما تقارنش نفسك بحد، انا بقولك امنع عقلك اصلا من المقارنة. ليه؟ لان انت مخك بقى يعمل مقارنة لا ارادي اصلا، يعني انت مخك بيقارن نفسه بحاجات كتير حواليه لا ارادي، انت اصلا ما بقتش عندك الامكانية ان انت تفكر انا بعمل مقارنة بيني وبين شخص تاني، لا مفيش الكلام ده. هو مخك بيقوم بالدور وبيخلص كل حاجة وبيديلك الشعور بس اللي هو انت حاسس بقى انا متأخر قوي، انا بعيد قوي عن الحاجة دي، في سبيل ان انت لو بصيت لا انا ولا بعيد ولا حاجة.
ازاي الموضوع دوت؟ اعرف انت بتقارن نفسك اصلا بايه. يعني ايه اصلا مقارنة؟ يعني مقارنة لازم بين حاجتين، صح؟ انت دلوقتي لو فتحت السوشيال ميديا، اي حاجة في السوشيال ميديا، في شخص هينزل حاجة في السوشيال ميديا هينزل اجمد حاجة في الحاجة دي. في الجيم مثلا هينزل اجمد فورمة، مثلا ان هو عنده عربيات وبتاع، هينزل احسن عربيات باحسن شكل. فانت تبص اللي هو ياه ده الواحد بعيد قوي، ده الواحد بص ما عندوش الحاجات دي، انا نفسي في الحاجات دي فعلا. طب ما هو انت اصلا محقق نجاحات، بس الفكرة ان النجاحات ديت مش على السوشيال ميديا، فانت مش حاسس الشعور اللي هو انا جامد قوي بقى وبتاع، لان انت عقلك قارن نفسه بالحاجات ديت، فادالك بالشعور اللي هو شعور نقص شوية، او شعور حزن شوية، او شعور اللي هو طب انا ليه ما عنديش الحاجات دي برضو. ما هو انت لازم تمنع عقلك عن المقارنة اصلا في الحاجات ديت. تمنع عقلك ازاي؟ انك تعرف ان انت اصلا بتقارن نفسك بايه. يعني مثلا لو انت قارنت نفسك بحاجة اكبر منك فهتحس ان انت قليل، صح؟ طب لو قارنت نفسك بحاجة اقل منك هتحس اللي هو لا، طب ما انا شخص كبير اهوت وشخص جامد وشخص زي الفل. هو ده الفكرة. انا بقى عايزك ما تقارنش نفسك باي حد خالص، وتمنع عقلك انه يقارن نفسك باي حد حواليك. عايزك تقنع عقلك وتدرب نفسك انك تقارن نفسك بنفسك. هتقولي اقارن نفسي بنفسي ازاي الموضوع دوت؟ هقولك انت دلوقتي مثلا مستوى جمدانك في حياتك كلها في كل جوانبها 40% مثلا، تمام؟ لما تقارن نفسك بنفسك ممكن مثلا بعد شهر تبقى 45%، حلو مش وحش. بعد شهرين كمان هتقارن نفسك بنفسك، ال 45 هيفضلوا، يعني كل ما الوقت يعدي كل ما ال 45 دولت هيزيدوا 50 60، وهكذا. بتقارن نفسك بنفسك فبتخلي نفسك افضل في كل جوانبها. النقطة دي خدت وقت سنة، بس كان لازم افسر لك واوضح لك واقنعك بقد ايه اهمية الموضوع، وانك تتعلم ما تقارنش نفسك وتعمل توازن في الحياة. تاني درس اتعلمته في 2023، وهي لازم تكون عارف ان كل الناس بلا استثناء بتتغير، وحتى انت بتتغير. بس الفكرة ازاي؟ هقنعك دلوقتي. اي شخص في حياته بيحصل له مواقف وبيحصل له تحديات وبيحصل له حاجات كتير جدا بتأثر عليه. فلما بتأثر عليه التأثيرات اللي هو بياخدها ديت لما بتطلع منه في ردود فعله شخص كويس بأفعال أحسن، أو شخص سيء بأفعال أسوأ. طيب حلو، أنت دلوقتي اقتنعت إن كل الناس بتتغير وحتى أنت كمان بتتغير. طيب النقطة فين دلوقتي؟ النقطة دلوقتي إنك لازم تكون عارف إن التأثيرات اللي بتأثر عليك ديت حتى ولو كانت سيئة، بص يعني ركز معايا، حتى ولو كانت سيئة خلي التغير اللي يحصل في حياتك أنت يكون للأفضل. يعني دلوقتي انت شخص مثلا كويس، بعد كده تبقى شخص كويس جدا في كل جوانب حياتك، تمام؟ ما تخليش التغير يخليك للأسوأ، خلي التغير يخليك للأفضل. ولازم تكون مقتنع ان كل الناس بلا استثناء بتتغير. تالت درس اتعلمته في 2023، وهو ما تستحقرش الأهداف الصغيرة. بصوا يعني ديت حاجة انا اتعلمتها وان شاء الله هطبقها في حياتي كلها، وهي عشان توصل لاي انجاز كبير قوي قوي لازم يبدا بحاجات صغيره. يعني اللي هو المثال بتاع الجبل، لو انت عايز تنقل الجبل من مكان لمكان، لو كل يوم نقلت شويه رمل هيجي يوم وهيخلص. الفكره في الاستمراريه، هو دوت نفس الموضوع. وانت بقى بتنقل شويه الرمل في اول يوم وتاني يوم ما تستحقرش اللي هو انا عشان انقل الجبل ده كله هنقل شويه رمل صغيرين مش هيعملوا اي حاجه. فلما تستحكر شوية الرمل الصغيرين دولت مش تنقلهم، فالفكرة في النهاية هيفضل مكانه مش هيتحرك. طب لو انت استمريت كل يوم شوية 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 هيجي يوم والجبل دوت هيخلص، وهتلاقي نفسك حققت انجاز كبير. فوانت بتعمل الانجاز الصغير ما تستحكروش، بل اشكر نفسك وكافئ نفسك عليه، واعرف ان اي حاجة عظيمة بدايتها حاجات صغيرة، انجازات صغيرة. والفكرة في النقطة ديت وهي الاستمرارية. رابع درس اتعلمته في 2023، وهو حافظ على تربية اهلك والمبادئ اللي اهلك زرعوها فيك، والمبادئ
اللي هي في الدين عامه اللي انت اتعلمتها وفي جوانب حياتك لما تنزل سوق العمل او لما تروح مثلا الجامعه او مثلا لما تروح اي مكان جديد، المكان دوت فيه ثقافات مختلفه، فيه عادات مختلفه، فما ياثرش عليك. خلي التربيه بتاعت اهلك يعني تكون اساس كبير في حياتك، وحاجات كده اللي هي مش بتتكسر، حدود كده ما بتتكسرش. اذا كان الحدود دي كانت في الدين او كانت في تربيه اهلك ليك، عشان صدقني لما تيجي تنزل مثلا سوق العمل او لما تروح الجامعه او لما تروح اي مكان في ثقافات مختلفه، هتلاقي في حاجات كتير قوي بتحصل، واللي هو دي اصلا مخالفه لدينك او مخالفه لتربيه اهلك ليك، واللي هو الناس بتعملها عادي جدا وبتعملها وهي مبسوطه، مش عاسين اللي هو لا دي حاجه غلط، فاهم؟ فتلاقي نفسك اللي هو انت ايه، طب ما كله بيعملها معملها انا كمان. لا، اوعى تعمل كده. خلي تربيه اهلك وزي ما تقول كده ايه العواميد الدينيه اللي فيك، اللي هو لا ده حرام ده غلط ده كذا، ما تكسرش الحاجات ديت، عشان لو كسرتها بالتدريج هتتكسر معاها. خامس درس اتعلمته في 2023 واهم درس اتعلمته ولازم كلكم تطبقوه من اللحظه اللي انت بتشوف فيها الفيديو ديت لحد بص اخر يوم في عمرك وعمر الطويل ليك ان شاء الله، والدرس ده بقى ايه هو؟ وهو اهتم باللحظه الحاليه، لان اللحظه الحاليه اهم لحظه في حياتك، حرفيا اهم لحظه في حياتك، اللي هو الماضي خلاص خلص، خلاص اللي حصل حصل، هتقدر تعمل فيه حاجه؟ مش تقدر تعمل فيه حاجه، اللي حصل حصل. طب المستقبل؟ الله اعلم، يعني ممكن اصلا انا مش عارف انا اكون في المستقبل ولا لا، فالله اعلم. طب ايه بقى اهم حاجه في الحياه واهم لحظه؟ هي اللي انا فيها دلوقتي، فاهتم باللحظه اللي انا فيها دلوقتي، ابسط نفسي في اللحظه اللي انا مبسوط فيها دلوقتي، اكافئ نفسي، احقق انجازات، اطور من نفسي، اظبط علاقتي مع ربنا. اللحظه اللي انا فيها ما اكونش زعلان، ما اكونش مخنوق، اصل الدنيا، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، وافضل بقى ازعل نفسي واكتئب وبتاع. طب ليه؟ ما انا زعلت نفسي دلوقتي، مع شويه مع شويه هلاقي نفسي على طول زعلان ومخنوق. طب وليه؟ ما انا اظبط الموضوع دوت مع نفسي واهتم باللحظه الحاليه، علشان حرفيا اللحظه الحاليه اهم لحظه في الحياه. وبس كده، والى هنا تنتهي حلقه النهارده. كانوا خمس دروس، طبعا في اكتر من كده بكتير اتعلمته في 2023، بس عشان الفيديو ما بقاش طويل، فلو انت وصلت لحد دلوقتي احب اقول لك شرفتني ونورت القناه، ولو انت استفدت من الخمس دروس دولت انزل اضغط لايك وسبسكرايب، ويقول لي كومنت قول لي ايه اهم درس اتعلمته، او ايه اهم درس فرق معاك ومعلق معاك. وبس كده، الى اللقاء في فيديو اخر، سلام.